فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز التوسل إلى الله سبحانه بأن أقول أتوسل إليك بحق سورة البقرة؟ نعم، التوسل إلى الله بالقرآن جائز، لأن القرآن كلام الله، ويتوسل إلى الله بصفاته سبحانه وتعالى كما يتوسل إليه بأسمائه، فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصح أن يقال إن أعظم المخلوق، لكن ما تقول بحق سورة كذا، يتوسل إليك بسورة كذا أو بآية كذا، لا تقول بحق. نعم.